شكرا معلقنا الكبير الكابتن سيد صابر. وبالرغم من غياب الدافع لدى النادي الاهلي وتاخره بفارق 12 نقطه في الشوط الاول، ولكن النادي الاهلي يحسم اللقاء بفوز كبير 83-70، وبالرغم ان الكوتش اشرف يعني اشرك اغلب اللاعبين. كابتن يعني محمد، راي حضرتك ايه في القصه والمباراه بالذات بعد ما حاولنا تاخرنا 12 نقطه لفوز ب13؟ اختلف الاداء بين الشوطين، اعتقد ان حسوا بالمسؤوليه الملقاه عليهم بين الشوطين. الشوط الثالث والرابع اختلف الاداء خالص فيهم، اختلفت المسؤوليه بالنسبه للعيبه. قدرنا نتسيد الجيم وقدرنا احنا يعني نعمل تعادل ونطلع ونستمر في المكسب وكده، وحققنا المكاسب اللي احنا كنا عايزينها. المكاسب اللي احنا عايزينها اول حاجه مكسب المباراه، دافع معنوي للمباراه القادمه. ثاني حاجه كسبنا عمرو علاء زهران، كسبنا عبد الرحمن حسام، كسبنا عبد الله نصر. بخلاف ان ابو النصر النهارده هو نجم المباراه، زائد عوده الجمال. انا مبسوط جدا لعوده الجمال لان الجمال ورقه رابحه في مباراه الاتحاد. لو تم استغلالها. اليكس بيقدم عروض كويسه، بس ده مستواه. صحيح، هو مستوى ثابت اغلب يعني اغلب مباريات مستوى ثابت. كابتن عماد، راي حضرتك في المباراه، خاصه زي ما كابتن سلاوي قال حولنا التاخر 12 نقطه لتفوق ب 13 نقطه. هو طبعا انا شايف ان الكابتن اشرف بدا برضو باقوى فرقه عنده، ما كانش عامل حساب ان هو عاوز يكسب. وانا اقول اللي حصل بين الشوطين، الدفاع. الشوط الثالث الكوارتر الثالث بدا بدفاع قوي جدا. ابو النصر الله اكبر عليه، راجل في الملعب. احمد مهيب صراحه كابتن اشرف استفاد منه كويس جدا في الاوقات اللي لعبها. الجمال نحيي الجمال العوده الحلوه ديت. عمرو علاء زهران الله اكبر عليه. بودي حسام سيف بعض الاوقات الحمد لله رجع، ابتدى يرجع لمستواه في الريباوند الحمد لله. فالدفاع نمره واحد، الفرقه دفعت الحمد لله، عوضنا والفرقه طلعت. ونحيي الاهلي، ده فوز مهم جدا، ده بيدي رساله للاتحاد واي فرقه هتلاعبنا ان الاهلي يقدر برجالته اللي موجودين. ربنا يشفي يا رب كل مريض، اللعيبه المصابه ترجع تاني ان شاء الله. الاهلي هيكسب ان شاء الله دوري المؤتمر. هل تتفق مع كابتن سلعاوي يا كابتن عماد ان ابو النصر هو رجل المباراه؟ 100% رجل المباراه، الراجل وجندي مجهول. كنا بنتكلم انا وانت قبل واحنا في اول لقاء انا وكابتن سلعاوي، بتحس انه جندي مجهول، ما حدش بيحس بيه، بس في الاخر بيلم رباهم، بيقطع كوره، بيحط باسكت، في الاخر تلاقيه حط لك 15 بونت وانت ما تكونش حاسس بيه. طيب كباتن، استاذن حضراتكم نروح لارض المباراه، والزميل محمد توفيق مراسلنا هناك وبعض اللقاءات المهمه. اتفضل محمد. مساء الخير يا كابتن هيثم، برحب بحضرتك عقب انتهاء المباراه وفوز النادي الاهلي وتاهله رسميا لنهائي دوري المرتبط ان شاء الله، وملاقات نادي الاتحاد السكندري يوم الاحد ان شاء الله، مباراه الذهاب، والثلاثاء ان شاء الله مباراه العوده. يمكن بس حابب اقول لحضرتك قبل ما نخش في لقاءاتنا، فور انتهاء المباراه اجتمع لاعب الفريق وكمان كابتن طارق الغنام المدير الاداري كان معاهم، وتعهدوا بعقب انتهاء المباراه ان شاء الله بعد التاهل رسميا للمباراه النهائيه بالفوز ان شاء الله، وتحقيق البطوله، تبقى اول بطوله للنادي الاهلي في الموسم، وان شاء الله يبقى مزيد بالبطولات فيما هو قادم. دلوقتي معانا بقى في لقاءاتنا من ارض المباراه كابتن سيد مصطفى المدرب العام للفريق. كابتن سيد، الف مبروك التاهل للمباراه النهائيه، كان مجهود كبير الفتره اللي فاتت، ظروف صعبه، لكن النادي الاهلي دايما زي ما بنقول الاهلي بمن حضر، والتاهل للمباراه النهائيه، وان شاء الله تكلم مجهودكم بالفوز بالمباراه. طبعا انا الاول بمسي على اللي موجودين في الاستوديو، الكابتن سرعوه، الكابتن عماد مراد، والكابتن هيثم. الف لك كده، حاضر كده، اوكي. ان شاء الله احنا على استعداد رغم النقص اللي عندنا من اللاعبين، طبعا بظروف الكورونا ثلاث لاعبين مهمين بالنسبه لنا، لكن بقيه الفرقه متعهده ان شاء الله ان شاء الله هنعمل اللي علينا، والتوفيق من عند ربنا ان شاء الله. كابتن، يمكن كل ما نتكلم مع كابتن اشرف توفيق بيثني على دور حضرتك جدا، وبيقول دور حضرتك يعني من اهم افراد الجهاز ودايما معاول ليه، وكابتن اشرف دايما يعني بيقول كابتن سيد مصطفى من اهم الافراد اللي معايا وبتساعدني كتير جدا. هو كابتن اشرف توفيق بس بيحبني وبيجاملني بس، كل حكايه. طبعا كلنا منظومه واحده، معانا اسطوره الباسكت بول في مصر طارق الغنام، معانا كابتن اشرف توفيق من احسن مدربين في مصر، والكابتن احمد الجراحي، يعني جهاز متكامل الحمد لله رب العالمين. يعني يومين في ظل كل الظروف دي وفي مباراه نهائيه، شايف هتعملوا في اليومين او تقدروا تعملوا في اليومين؟ ان شاء الله هنستعد لمباراه الاتحاد، مباراه الفاينل باذن الله، وهنعمل اللي علينا، وبنرجو من الله التوفيق. يعني احنا عايزين توفيق ان شاء الله، التوفيق من عند ربنا ان شاء الله، لكن طبعا كل الفرقه هتعمل اللي عليها، وكل لعيب مش هيبخل باي مجهود. شكرا كابتن، والتوفيق ان شاء الله والفوز.
كابتن هيثم، مكملين لقاءاتنا ومعانا كابتن طارق الغنام المدير الاداري للفريق. يعني كابتن طارق بنرحب بيك في البدايه، مجهود اكثر من رائع قايم بيه مع الفريق، واعتقد كمان قربك من اللعيبه وبتلمهم على طول حواليك عامل دور كبير جدا مع الفريق خاصه في الظروف الصعبه دي. الحمد لله. اولا بمسي على الاستوديو الجميل كابتن سلعاوي وكابتن عماد وكابتن هيثم، بقول الحمد لله. طبعا يعني اي حد ليه دور بيعمله صراحه على اكمل وجه، واحنا الحمد لله ربع منا ربنا. يعني انا برضه اعتبر زي ما حضرتك بتقول كده قربي اللعيبه، ده هم هيعتبروا يعني اخواتي الصغيرين قبل ما بقى لعبت معاهم، فهم عارفين وكله مصدق ان شاء الله في الفوز وباذن الله رب العالمين. رغم النقص العادي طبعا مش عايز اتكلم فيه كتير عشان احنا ما تعودناش ان احنا نتكلم في الكلام ده، بس هي ظروف البلد وان شاء الله خير باذن الله ونكمل على كده باذن الله رب العالمين. كابتن طارق، انا اعتقد دوركم باين جدا في الفتره الاخيره، يعني غير كمان الدور الفني والاداء الفني في الملعب، دوركم انكم تلوموا اللعيبه في الظروف الصعبه دي وغياب اكثر من نجم الفريق، اعتقد باين جدا في مباراه دور النهائي قبل النهائي وان شاء الله يبان اكثر في النهائي كمان. بص، هو انا مش عايز اتكلم في الحته دي كتير، يعني هو المفروض انت بتشتغل جوه النادي الاهلي، فاكيد اي اللي بيطلب منك بتعمله وبيبقى اكتر من اللي بيطلب منك كمان، فما بشتش، مش هقول ان ده دور، هو انت ده شغلك وده تركيزك وبتحاول توصل يعني مش عايز اقول احسن وضع واحسن، هو الاحسن يعني فورمه، اللعيبه مركزه ودي اهم حاجه، احنا نساعدهم على القصه دي دايما. يعني انت شفت اول بعد الماتش، هو يمكن رغم الماتش النهارده مش فارق، بس لا هم شايفين انه ما ينفعش يحصل زي ما حصل الماتش اللي قبل كده. يمكن احنا كنا عندنا ناس لسه بترجع من الاصابه، يعني الجمال ومهيب ومودي وعندنا كتير غير غياب عمرو وايهاب طبعا، فهم عاملين اللي عليهم واحنا كلنا مركزين ان شاء الله باذن الله. ودور كابتن اشرف وكابتن سيد وكابتن احمد الجرحي والجهاز الاداري والجهاز الصراحه الطبي واللعيبه ان شاء الله كله مركز ومتعاهد وربنا يسهل باذن الله باذن الله رب العالمين. كابتن، يعني اول ما المباراه خلصت في جلسه جماعتكم في الملعب على طول في عقب انتهاء المباراه، يعني احكي لنا بقى قلتوا فيها ايه للعيبه كنتوا بتعهدوا عليه؟ يعني بنتكلم ان طبعا يعني احنا خلاص هانت كلها خطوه باذن الله، اي نعم هي خطوه مش سهله خالص، بس اللعيبه نقنع احنا لازم تصدق في المكسب ونقتنع ان احنا ان شاء الله باذن الله اي حد مكان اي حد، هي دي دايما مميزات الفرق الكبيره ولازم يبقى فيها اختبارات وامتحانات، وهنا يظهر المعدن وتشوف مين اللي دوره مؤثر ومين اللي عارف هيعوض غياب مين، وان شاء الله هم كلهم رجاله وقدها باذن الله رب العالمين. يعني اخيرا يا كابتن، طمنا بقى على الغيابات بعيدا عن كورونا، يعني النهارده مودي الجرحي او مودي الصغير ما شاركش النهارده، طمنا على الاصابات وبقيه اللاعبين حالتهم عامله ازاي قبل المباراه؟ مودي بسيطه ان شاء الله، حاجه بسيطه كده، رجل لفت الماتش فات على خفيف، فكابتن اشرف يعني قال لي رايح النهارده احسن. عندنا الغيابات عمرو وإيهاب، إن شاء الله نعمل مسحة بكرة ربنا يكرم، وبإذن الله ربنا يكرم وتطلع سلبية، وإن شاء الله لو في نصيب يلحقونا بإذن الله رب العالمين. يعني شكرا كابتن وبالتوفيق إن شاء الله وبالنجاح. كابتن هيثم، مكملين لقاءاتنا ومعانا واحد من نجوم الفريق اللي بنعول عليهم ان شاء الله بشكل كبير في المباراه النهائيه يعملوا الفارق مع النادي الاهلي، كابتن احمد مهيب، برحب بيك واداء اكثر من رائع في مباراه الدور قبل النهائي، ومستنيينكم ان شاء الله بقى في النهائي. اهلا معاك وبمسي على كابتن هيثم وضيوف الكرام. الحمد لله النهارده يعني مكسب النهارده مكسب مهم، خطوه زي ما اتكلمنا قبل كده اول امبارح، يعني ان هي ان شاء الله خطوه للبطوله، سواء الماتش فارق او مش فارق احنا بنجهز كلنا. يمكن النهارده الماتش ما ابتديناش كويس البدايه الاولانيه، لكن بعد كده يعني الحمد لله قدرنا نرجع بالديفنس والتغييرات. كابتن اشرف يعني كان اللي في الملعب بيعمل اكتر، يعني بيعمل اللي عليه وبعدين يتعب يغير ينزل وهكذا، فالحمد لله يعني على مكسب النهارده. يعني فورا انتهى المباراه جمعتكم على طول جلسه في الملعب كلاعبين، وكان معاكم كابتن طارق الغنام، كلمته في ايه وتعيطوا عليه؟ هو زي ما كابتن طارق قال، هي احنا يعني بنلم بعض كده ان احنا نصدق ان احنا نكسب ان شاء الله. روح الفانيلا الحمراء يعني ان شاء الله بتحاول بتعوض الغيابات اللي موجوده، نعمل اللي علينا وان شاء الله يعني باذن الله نحاول يعني نسعد جماهير الاهلي ان شاء الله ونتوج بالبطوله باذن الله. هو يوم واحد وفي ظل غيابات كتير في الفريق، وكمان المباراه النهائيه على طول بعد يوم واحد.
يعني شايف هتعملوا ايه في خلال اليوم دوت؟ انا عارف ان هو مفيش فتره كبيره تستعدوا فيها، داخلين في الاجواء على طول المباراه النهائيه، يعني شايف اليوم ده هتعملوا فيه ايه؟ ده حقيقي، هو بكره يعني يعتبر مش هيلحق نريح عشان بكره، بعد بكره الماتش ان شاء الله. اعتقد ان شاء الله الصبح هيبقى راحه، وبعد كده بالليل هنتمرن تمرين خفيفه، نصلح الاخطاء اللي النهارده كنا وقعنا فيها، ونجهز ان شاء الله لفريق الاتحاد، وباذن الله بقى نجهز ان شاء الله لاول ماتش. فريق الاتحاد فريق محترم، فريق كبير، منافس مش سهل خالص، بالرغم الغيابات ان شاء الله نحاول نعمل اللي علينا باذن الله ونكسب المباراه. شكرا كابتن، بالتوفيق وان شاء الله نتكلم النجاح والفوز يا رب. كابتن هيثم، دي كانت لقاءاتنا هنا من ملعب هيئه قناه السويس بالاسماعيليه عقب انتهاء المباراه، متواصلين معاك ان شاء الله، وباذن الله نكون مع بعض في تغطيتنا الخاصه والحصريه في المباراه النهائيه، وان شاء الله مجهود الفريق يكلل بالفوز ان شاء الله، والنادي الاهلي دائما رقم واحد في كره السله في كل الرياضات في مصر. كلمه ليك كابتن هيثم. الزميل محمد توفيق، ولقاءات مهمه من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا. اروح لضيوفي. كابتن سلعاوي، تعليق حضرتك على كابتن سيد مصطفى وكلامه، كابتن طارق غنام واحمد مهيب ولقائهم مع الزميل محمد توفيق، اتفضل يا كابتن سلام. في البدايه احنا بنشكر الزميل محمد توفيق، بقاله يومين تعبان جدا معانا بصراحه. كابتن سيد مصطفى، انا قلت قبل كده ان هو من احسن المدربين اللي كانوا موجودين، وان هو كان ماسك الفريق الاولاني، ولما اشرف طفيق جه بقى مدرب عام ما فيش مشاكل، لان هو تيم ورك واحد بيشتغلوا مع بعض، وان هو من اخلص الناس اللي موجوده ومحبوب بالنسبة للناس كلها. صحيح. طارق الغنام بيثبت ما قلت فيه، ان هو ملى المكان، وان هو خبراته برضو قدرت تديله صلاحيات ان هو يتحرك من خلالها، بيعمل اللي هو مطلوب منه وازيد من اللي هو مطلوب منه. صحيح. طب كابتن عماد، اجل حضرتك تعليق حضرتك على اللقاءات دي، خاصة ان فيها كلام عن المباراة وعن المباراة القادمة مع الاتحاد السكندري. والله يعني خلصت اللي انا اقدر اقوله، ان هي دي روح النادي الاهلي، هي دي روح النادي الاهلي، تيم ورك، ناس ما عندهاش اي مانع، كله يضحي في مكانه في سبيل النادي الاهلي يبقى فوق. احمد مهيب بيتكلم ان البدايه ما كانتش موفقه شويه، لكن هو ده النادي الاهلي في احلك الظروف، ساعات بتحصل لعيبه ما بتبقاش موفقه، شدوا حيلهم، دفعوا كويس، الحمد لله ربنا كرمهم. وبشكر واحد زي كابتن سيد مصطفى، زي ما قال الكابتن سلعاوي، كان ماسك الدرجه الاولى قبل كده، لما عرض عليه يبقى المدرب العام ما فيش اي غضاضه، ما فيش اي مانع، المهم النادي الاهلي يكسب. طارق الغنام الاسطوره اللي الجامده دي، الحمد لله مدير اداري وبيلم الناس. صحيح. وبيحافظ. صحيح. وكابتن اشرف محتاج حد وراه بيلم اللعيبه، لانه ساعات اكيد وضع طبيعي، الضغط المدرب ضغط عصبي عليه. انا كنت مدير فني وعارف الكلام ده كابتن عماد. الحمد لله. اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم عشان نختار لقطه المباراه، ولكن بعد الفاصل. نادي الوقت دي لقطة المباراة، طبعا ضيوفي الكابتن سلعاوي النجم الكبير، وكابتن عماد مراد النجم الكبير ايضا، اختاروا اللعبة دي. هسمع تعليق الكابتن عليها، كابتن عماد تعليق حضرتك على اللعبة وليه اخترتها افضل لعبة. والله يا كابتن هيثم، اللعبة دي فيها حاجة كويسة، ان فيها كفاح واستراجل جامد جدا من بودي حسام. الكرة اير بول اتشطت من احمد حمدي، اي حد كان ممكن يجي له ديسابوينتد، خلاص يعني يسيب الكرة ما هوش يفكر فيها. عجبني بودي الناشئ الصغير تحت 20 سنة، رمى نفسه بره الملعب ودخل الكوره، سيف سمير حطها دنك، عملت راحه ليه جامده جدا، وادته يعني طاقه ايجابيه، وفي نفس الوقت ادت لفارس سبورتنج احباط، لان دنك طبعا هم فاهمين ان الكوره خلاص بتتلم. فانا حي بودي حسام وحي سيف ان هم كملوا لغايه اخر ثانيه في اللعبه دي. كابتن سلعاوي، الكوره طبعا شاطها حمدي، ما اعرفش كان لسه بدري، وبعدين الايربول جري بودي حسام وحمل عليها محاوله وجابها من الاوت ودخلها لسيف، بدليل ان بتوع سبورتنج كلهم راحوا يجموا على ان الكوره مضمونه، اوت سايد خلاص، الكوره كانت اوت سايد وهياخدوها يطلعوا كده. مضطر مدرب سبورتنج ياخد وقت مستقطع عشان يلم الدنيا. بس خليني اقول لحضرتك برضو يا كابتن، بودي حسام في ميزه كمان، لما نط خد الكره كده بالشكل ده، هو عينه على سيف، شايف سيف، شايف سيف، يعني هو ما دخلهاش وخلاص. يعني هو ما دخلهاش وخلاص يا كابتن. يعني بص، هو حضرتك يعني الله ينور عليك يا كابتن، هو ما بص، هو رايح يجيب الكره وعارف ان سيف تحت الحلقه، فدي طبعا يعني لقطه المباراه. حضرتك يعني المره اللي فاتت ما اجمعناش على لقطه واحده حضراتكم يعني، فالمره دي انتم مجمعين على يعني على
لقطه واحده. طب كابتن خلي يعني من وجهه نظر حضرتك كابتن سلاوي برضو المباراه شايف ترتيب اللاعبين كاهميه، اهم مكسب من المباراه ايه طلعنا بيه؟ اهم مكسب من المباراه انا قلت لك اهم مكسب اللي احنا كسبنا المباراه، بتدخلك المباراه النهائيه نفسيا معنويا فنيا قوي. طب برايك اكتر اللاعبين يتحملوا يعني عبء المباراه النهارده كمان؟ النهارده انا برضو انا عجبني جدا مهيب، مهيب بدا لسه بتقول مهيب اهو يا كابتن. وطبعا يعني مخرجنا الجميل بيعيد لك لقطات مهيب في نفس الوقت. مهيب بدا الدخول في نظام النادي الاهلي. مهيب اصلا جاي من سبورتنج صحيح، فبدا يدخل في النظام النظام الدفاعي السيستم الدفاعي والسيستم الهجومي، وتحس ان هو يعني هو لسه جاي بقى له فتره قليله بس تحس ان هو بقى له كتير مع الفرقه وكده. لعيب كويس مثمر، ده كل ماتش بيزيد عن الماتش المباراه الثانيه. برضو من مكاسب الاولاد الصغيرين الاربعه اللي هم قلنا عليهم اللي هو عمرو علاء ومحمود وليد كمان النهارده ما لعبش. لكن احنا في خلال الماتشين او من كسبنا اربع لعيبه وده مكسب اعتقد بالنسبه للنادي بقاله كتير ما صحيح ما تحقق. طب كابتن عماد راي حضرتك برضو عن اهم مكاسب المباراه النهارده وترتيب اللاعبين اللي تحملوا المسؤوليه. انا رايي ان اكتر واحد احطه نمره واحد تحمل المسؤوليه وكان راجل محمد ابو النصر. طبعا اخترناه حضرتك. انا اخترناه خلاص. رجل المباراه. رجل المباراه. يعني من ضمن المكاسب المهمه جدا هي عوده الجمال. نوعا ما رغم انه لعب فتره قليله بس كان كويس في الوقت ده، محتاجينه الماتشات الجايه، خبره لا يستهان به. نعم. الحاجه الثانيه سيف الماتش اللي فات جايب باسكت، ما ينفعش لعيب دولي لعيب كاس عالم كده. النهارده سيف عوده جميله جدا والله اكبر عليه، يعني فاق برده الحمد لله. غير زي ما قال الكابتن سرعوي عمرو علاء، بودي حسام، محمود وليد الماتش اللي فات، احمد مهيب طبعا مكسب جامد النهارده كمان ما شاء الله. عبد الله ناصر برده شال لسه صغير محتاج شويه بدني بس يعني الحمد لله رب العالمين. مكسب معنوي كنا لازم نكسب عشان الفرقه ما تبقاش عندها. ودي ثلاثيه الجمال يا كابتن برده اللي حضرتك حتى واحنا بنتفرج يعني كان ليها انطباع جيد عن هيئه الثلاثيه. باصه حلوه راحت من البحيري وخد انا شطه. اعتقد ان الجمال من مباراه لمباراه بمستواه بيتطور، هيرجع تاني ان شاء الله. هيرجع تاني طبعا. بس هو مش محظوظ يا كابتن للاسف، يعني الولد يعني لعيب كبير بس حصل اصابتين عطلوه. يعني هو كان بادئ الموسم بدايه رائعه ولكن الاصابات عطلته، ولكن بيرجع واحده واحده. لا بيرجع، لا ان شاء الله هيرجع. والولد عنده عزيمه، الولد بيحب الباسكت صحيح. وعنده عزيمه واهلاوي متعصب وعايزين ايده كمان حساسه غير لعب مباريات كتير حساسة. فعنده قدرات وعنده خبرات متراكمه وعنده لا بصراحه انا بيعجبني جدا جدا الجمال مهم في الفريق في طريقه لعب. اكيد خلينا يا كباتن نتكلم عن المباراه القادمه ان شاء الله، مباراه الاتحاد السكندري نحط عيننا عليها. ولكن بعد الفصل اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع عشان نرجع نتكلم عن المباراه القادمه النهائي اهلي واتحاد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ارجع لضيوفي. هنتكلم عن المباراه القادمه، مباراه نادي الاتحاد او الاهلي والاتحاد في مباراه الرجال والسيدات، ايضا عندنا الاهلي وسبورت. وعايز اقول لحضراتكم مفاجاه ان شاء الله هننقل بكره مباراه النادي الاهلي سبورتنج السيدات على الهواء مباشره، هيبقى في استوديو تحليل الساعه 7:30 والمباراه هتكون 8:30. بنوه تاني ان شاء الله ان احنا هننقل مباراه كره السله نهائي بكره السيدات او اول جوله في السيدات باذن الله. ارجع لضيوفي كابتن سلعاوي، المباراه القادمه في دقيقه ونص كده لخص لي حضرتك شايف المباراه شكلها ايه؟ شايف المباراه مباراه صعبه، الفرقتين متوازنين في كل حاجه. شايف ان نقاط القوه في الاتحاد السكندري تحت السله، احنا الحمد لله دلوقتي بعد الصفقات الجديده بقينا قدامهم نفس الند المتكافئين. هي المشكله في صناع الالعاب، عنده 3-4 كويسين صغيرين بيجروا بتاع، بيعتمد على الدفاع الضاغط، بيعتمد على الاجريسيف ديفنس، بيعتمد على الفاست بريك. فاعتقد ان هم الجهاز بتاعنا قادر انه يتفرج ويشوف ويحضر على المباراه دي، ولكن هي مباراه خارج التوقعات. الموفق هو اللي هيكسب، مع ان احنا نتمنى طبعا ان فريقنا هو اللي يكسب، بس هي مباراه صعبه وما فيهاش توقعات. كابتن عماد. والله يا كابتن هيثم انا شايف فعلا الماتش
في ميزه في نادي الاتحاد زي ما عنده مميزات احنا نفس المميزات. يعني كابتن مرعي بيعتمد على الروتيشن كتير، بيغير بيريح لعيبته، عنده احمد عادل وعنده يوسف صناع لعب، عنده هيثم خبره، عنده رامي ابراهيم خبره، احمد الصنباغي عنده، اسماعيل احمد خبره قويه جدا. بس زي ما قال الكابتن السرعاوي ابتدينا نقاط القوه تبقى قريبه زي بعض. عندنا بعد ما جالنا عمر طارق وربنا يشفيه عمرو الجندي ويرجع، بقى عندنا قوه مع سيف ومع عمر طارق برضه تحت الباسكت، زي ما هم عندهم احمد عادل احنا عندنا مودي طالع. والمودي على فكره مع احمد عادل كانوا في نفس الجيل، نفس المنتخب، ولعبوا منتخب مع بعض. ف الثلاثة يعني بونت يا كابتن، يمكن الاتحاد عنده ميزة ان اسماعيل احمد بيلعب تحت الحلقة، ولكن ثلاث ارباع لعبه، ثلاث ارباع 90% من لعبه خارج القوس وبيعتمد على الثري بوينت. شايف دي ميزة وازاي نقدر نوقفها؟ انا شايف طبعا كابتن اشرف عارف يعمل ايه وهيقدر يخلي حد يبقى ماسكه كويس جدا، لان انت عارف زي ما النهارده شفنا برضو زي ما كانوا موفقين شويه عمرو عبدين وباسم قدر يوقفهم اشرف، خلى حد بقى يعني كلوز قوي ليهم. فان شاء الله هنبقى عاملين حسابنا، اهم حاجه عندنا الروتيشن كمان، ربنا وفقه اشرف يعني يعمل الروتيشن اللي يخلي اللعيبه على طول فريش طول الملعب. خلينا اقول يا كابتن، احنا لعبنا الاتحاد نهائي كاس السنه اللي فاتت، لعبناهم اربع مباريات في نهائي دوري السوبر يعني، ومرتبط ايضا لعبناهم، يعني لعبنا بتاع 7-8 مباريات. الاتحاد ما غيرش كتير في شكل الفرقه، تهيألي دي هتبقى خلاص المفاتيح، كل فرقه عارفه مفاتيح التاني. بس تعرف زي ما احنا الحمد لله فرقه الاهلي لعبت النهارده بناس صغيرين وبذلوا مجهود جامد جدا. انا فرقه الاتحاد برضو رغم انه عنده ناس صغيرين، احمد وولاد ووالد يوسف ده برضو بيحس ان هم عندهم هاسل عالي جدا، فلازم احنا ما فيش هزار، لازم ان شاء الله الماتش الجاي ده حياه او موت، ربنا يوفقهم يا رب. اكيد كابتن عماد مراد نجم منتخب مصر ونجم النادي الاهلي حبيب، واحد نجوم الزمن الجميل، بشكر حضرتك نورتني وشرفتني النهارده جدا كابتن هيثم، ربنا يخليك. ده انا ليا الشرف ان انا ابقى في قناه الاهلي اللي خيره علينا وصاحب فضل علينا، ولولا النادي الاهلي ما كناش اتشهرنا، ما كناش عرفتنا الحمد لله. ده بيتك يا كابتن ومكانك. كابتن محمد السلعاوي نجم مصر وهداف لوس انجلوس، اللي ليا الشرف ان انا قاعد قدام حضرتك. لا الله يخليك يا كابتن، انت برضه قيمه وقامه واعلامي. بس كنت في حته صغيره هتاخد حضرتك ثانيه. تملي الاتحاد السكندري بيعتمد على اللعب معانا على انه يقعد يغير على اليكس كتير. يعني بيغير في الدفاع. في الدفاع عشان تمام يا كابتن. طبعا يعني ليك وجهه نظر دائما ابدا ان شاء الله ربنا يوفق. الله يخليك يا كابتن، نورتني وشرفتني. شكرا يا كابتن. اذا انتهى يوم جميل، انتهى بالنصر ايضا بالرغم النادي الاهلي جرب كل لاعبينه، وكان خياب الدافع ايضا، لان كان النادي الاهلي تاهل بعد مباراه المرتبط، ولكن النادي الاهلي زي ما قلنا في دستوره رقم واحد، الماده رقم واحد في دستوره الاهلي بمن حضر، وايضا الاهلي فوق الجميع. انتظرونا بكره ان شاء الله الساعه 7:30 في الاستوديو التحليلي، ومباراه النهائي او الجوله الاولى في نهائي مرتبط السيدات النادي الاهلي ونادي سبورتنج غدا باذن الله. شكرا جزيلا.